بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعي قناة صفاح تعليمية الكرام، ومع فيديو جديد إن شاء الله الذي سنتكلم فيه عن أحسن أو أفضل إعدادات قناة اليوتيوب للمبتدئين. أول شيء ندخل إلى متصفح كروم، ثم نذهب مباشرة إلى اليوتيوب ونتجه يسارا إلى قناتنا. ندخل إلى قناتنا، هنا نستطيع أن ندخل من قناتنا أو من استوديو اليوتيوب. ندخل إلى استوديو اليوتيوب ثم نذهب إلى الإعدادات. أول شيء الإعدادات العامة، سوف نجد العملة بالدولار الأمريكي، نتركها كما هي. ثم نذهب إلى القناة، ندخل بلد الإقامة كما أنا بلد الجزائر. هنا الكلمات الرئيسية أو كلمات المفتاحية. كلمات المفتاحية مهمة لأن اليوتيوب له خوارزميات تعرف على محتوى قناة معينة، كما أنه يجب كتابة اسم قناتك داخل هذه الكلمات، مثلا قناة صفحة تعليمية، تثبيت برامج الكمبيوتر، برامج الحاسوب. كيف نكتب هذه الكلمات؟ نكتب الكلمات مثلا هنا، لديك حتى 500 كلمة، مثلا هنا نكتب الربح من اليوتيوب ونضغط على انتري من الكيبورد. كما ترون، نزعها من هنا. ثم نذهب إلى الإعدادات التلقائية، هنا العنوان نتركه فارغا لأننا سوف نضيف العنوان لكل فيديو على حدة. الوصف، هذا الوصف يجب أن تضع كما هو موضح هنا، يجب أن تضع وصف بحيث يشمل جميع فيديوهاتك لربح الوقت. هذا الوصف تجده دائما في أي فيديو تقوم بتحميله، ولك حتى 5000 كلمة كما هو موضح. قناة صفحة تعليمية دائما اسم قناتنا، لأن خوارزميات اليوتيوب تعمل على هذه الطريقة. شرح جميع برامج الحاسوب، الربح من اليوتيوب، على حسب توجه قناتك لديك. وتستطيع أن تضع كذلك روابط الفيسبوك، تيك توك، الانستغرام، الفيديوهات التي تريد أن يشاهدها مستخدمو قناتك. ننزل إلى الأسفل، مستوى العرض علني، عندما نضغط علني خاص غير مدرج، من الأفضل تتركها علني. العلامات، تضع دائما العلامات قناة صفح تعليمية، لأنه كما قلنا سابقا خوارزميات اليوتيوب لتتعرف على قناتك وتنشرها بكثرة يجب كتابة اسم القناة كثيرا. وتكتب وتضغط على الأونتري كما قلنا. ثم نذهب إلى الأذونات، المالك إيميلك، تتركها كما هي. تذهب إلى المنتدى، المنتدى إذا كان لديك مشرفين على قناتك وكانت قناتك كبيرة. ننزل إلى الأسفل، تترك كل شيء كما هو. الكلمات المحظورة، إذا أردت أن تكتب بعض الكلمات هنا محظورة تدخلها وتضع أندري. حظر الروابط، الروابط هذه كاين الناس تجعل روابط في التعليقات، روابط قنوات، روابط مواقع، يجب هذه أن تكون مفعلة. ثم نذهب إلى الاتفاقيات، اتفاقيات تتركها كما هي ونضغط على كلمة حفظ. ثم نذهب من هنا إلى كلمة تخصيص، نجدها هنا تخصيص، نذهب إلى التخصيص. هذا بانر القناة، بانر القناة هذا هو الذي يظهر، سوف أريكم بانر القناة كيف يأتي. نذهب إلى اليوتيوب ثم نذهب إلى قناتنا، اطلاع على القناة، هذا يسمى بانر القناة. تستطيع أن تجعل واحد مثل هذا في برنامج كانفا. نرجع إلى تخصيص، تغيير أو إزالة الشعار، كذلك تستطيع أن تجعله من برنامج كانفا، تغيير أو إزالة، هذا هو شعارنا. اسم القناة، قناة الصفحة التعليمية، الاسم المعرف، الصفحة 2024، كما تحب أن تكتب. الوصف، الوصف ليس كلمة مفتاح، تجعل الوصف دقيق، وإذا كنت لا تعرف أن تضع وصف
فاذهب إلى شات جي بي تي ليضع لك وصف. أنا أتصفح تعليمية تثقيفية موجه لجميع شرائح المجتمع، تهتم بتعليم وشرح برامج جميع البرامج الحاسوب وهكذا. لي هو الوصف هذا، ما هو الوصف؟ شرح الهدف من قناتك والبرامج التي تبث في قناتك ليدخلها اليوتيوب في خوارزمياته لتسهيل عملية البحث عن قناتك. ترجمة القناة وصفها الإنجليزية العربية كما تريد، عنوان قناتك على اليوتيوب، تستطيع أن تجعله نسخ وتنشره على الفيسبوك أو الإنستغرام. الروابط هذه مهمة، من هنا إضافة أي رابط، مثلا أنا جعل رابط الفيسبوك، تيك توك، الإنستغرام، هذه مهمة أيضا. إذا أردت أن تحذف أي رابط تحذفه من هنا. طب هذه هي أيقونة إضافة روابط. معلومات اتصال، تجعل بريد إلكتروني. العلامة المائية للفيديوهات، هذه علامة الفيديو، علامة المائية للفيديوهات ممكن أن تظهر في نهاية الفيديو أو وقت بدء مخصص أو الفيديو كامل، من الأفضل أن تتركها فيديو كامل. هذه تستطيع أن تحملها من جوجل إيماج أو من برنامج كانفا، علامة اشتراك أو علامة اليوتيوب أو علامة قناتك كما تحب، بحيث إذا ذهبنا إليها بالماوس في فيديوهات تظهر علامة اشتراك وتسهيل عجلة عدد المشتركين، تغيير أو إزالة كما قلنا. هناك أيضا شيء نتكلم عنه، نذهب داخل القناة ونذهب إلى عندما نذهب إلى تخصيص القناة أظهرنا نفس الإعدادات كما شرحنا سابقا، يعني نقدر ندخلها كما دخلنا سابقا أو ندخلها من قناتنا. نرجع إلى الوراء، إدارة الفيديوهات. هذه الحركة يجب جعلها في كل الفيديوهات. من هنا نرى أن الفيديو علني، تاريخ النشر، ما من قيود مفروضة. إذا كانت هناك قيود مفروضة على حقوق الطبع والنشر تجدها هنا، من يعني الأفضل ألا تتعدى حدود الطبع والنشر لكي لا يأتيك إنذار على قناتك. نذهب إلى هذا العلامة، نضغط عليها في فيديو مثلا. هنا الوصف الذي كتبناه سابقا تجده هنا، لربح الوقت دائما تجده مكتوبا هنا. هنا العنوان، فتح حساب جيميل 2024، دائما هذا تجد العنوان لكل فيديو على حدة، تكتبه على حدة. صورة صغيرة سوف تحملها من هنا لإنشاء صورة مصغرة اليوتيوب أو الفيسبوك. دائما برنامج، أنا أفضل برنامج كانفا. قوائم التشغيل من هنا، قوائم التشغيل هذه سوف نجعلها فيديو مخصص إن شاء الله، وهي أن تجعل لكل نوع من الفيديوهات قائمة تشغيل خاصة. الجمهور، يجب اختيار الفيديوهات، هل هي مخصصة للأطفال أو غير مخصصة للأطفال. تنزل إلى أسفل مستوى العرض أنني، تستطيع أن تجعل هناك ترجمة. وهذه الإعدادات سوف نشرحها لاحقا إن شاء الله بدون إطالة. أرجو أن يكون الفيديو أعجبكم، تابعونا لما المزيد. أي استفسارات اطرحوها في التعليقات، وسوف نضع لها إن شاء الله فيديو خاص بها. لا تنسوا الاشتراك في القناة والجيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في فيديو قادم إن شاء الله.